نروح للجنه الخماسيه طبعا اللي قررت، اللجنه الخماسيه لاداره اتحاد الكره برئاسه عمرو الجنايني، ان هي تجمد اجتماعاتها الرسميه لحين وصول قرار رسمي من الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا بشان مصير تقليص أعضاء اللجنة الخماسية الجبلية، عشان يفضل عددهم ثلاثة بس، أو يصبح عددهم ثلاثة بس بعد ما تواصل عمرو الجنايني مع فيفا وتمسك بجميع الأعضاء لحين إشعار آخر. يعني طبعا في مصدر في اتحاد الكرة كشف أن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا يحدد أسماء اللجنة الثلاثية الأسبوع اللي جاي، وتم الاستقرار على رحيل كابتن محمد فضل واللي تقدم باعتذار شفوي عن الاستمرار في اللجنة، كما تم الاتفاق على رحيل سحر عبد الحق عن عضوية اللجنة مع اسناد ملف الكره النسائيه ليها مقابل راتب شهري، مع استمرار احمد عبد الله واللي كان قريبا من الرحيل خلال الايام اللي فاتت. وتابع المصدر ان اللجنه الثلاثيه هتضم كل من عمرو الجنايني رئيس اللجنه ومعاه جمال محمد علي بالاضافه لاحمد عبد الله.